فاشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فمن شكل الفا فتحة الميم فتحة النون اش عليها؟ فمن النون شنو؟ اش عليها النون؟ في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه بشماله فمن كسب نشوف فمن كسب يعمل كسب يعمل الياء والعين والميم واللام فمن يعمل يعمل انت اكتب سبحي انت اكتب السين والباء والحاء يلا ايه يعمل السين خد الشين ايه خد الشين الشين قول لي اش الشين العين والميم واللام يع شكل يلا مباشرة فتحة يع كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله انت سبحي يلا بسرعة الباء قولي هنا الباء والحاء بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله يعمل فمن يع هنا الميم هذه ديرها ميم اللام حطها لها والو هابطة واش ندير حداها اللام دير اللام فمن يعمل هبط الحاء ولا صق فيها شي شي قول ما ولا صق فيها شي س نحنح السكون هذه مكان السكون تم الشدة دير الشدة على الباء وأما من أوتي كتابه بشماله سبي اكتب اسم اسم يلا نشوف فمن يعمل شكل اللي على الشده هاي الدوام منا اشرب عليها شده عليا وراي شد القلم شد يا مل يا ما يا المش عليها سكون درجة يا ما اشني ما ما اشني ما هذا فتح فتحة وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية خلينا نكمل يعمل سكون سكون ديرة سبح اش قلت لك انت سبح اسمع نحلية دير الالف معليش الهمزة هنا نحلية الالف معليش الهمزة فيقول يا ليتني لموت كتابية ولم ادري ما حسابية لموت لموت السين والميم السين قلت انت اخت الشين هذيك هي السين لموت لموت فمن يعمل كتب مثقال الميم والثاء والقاء والالف طالعه القاف طالعه من بعد لا مثقال فمن يعمل مثقال كتابية ورا نشوف هاي صحيحه نكتبها نشوف ان هذيك هي حسبها الهمزه ومن بعد انها عليهم موصل شكل شك انت اس كتابية ما انا قلت لي شكل لا موت كتابية اكتب ربك الراء والباء والكاف ربك انت اش قلت لي لا موت كتابية
لا موجة كتابية أي كذا درت يا أش درت لا موجة كتابية لا موجة كيف درت الألف مقصورة شاء لا صفيها الألف مقصورة هكا الطبيب أيوة لا موجة كتابية صحيح أي هكا ربك أصبر يعني معاه شك الراء فتحة راء فتحة راء راء فتحة أنا فمن قلنا مثقالة فا طالع هنا في الدير دير القاف مثقا دير القاف قاف طالعة أنت شكر ربك راه فتحة بي ولا مدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ولا مدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية شك أنت ربك راك صحيح را فتحة بي كسرة دير الشدة على الباء خلي الكسرة ودير الشدة الفوق طلطل كا فتحة الميم شحال القا قلنا طلع القاف طلع اطلع بالقاف دير اللام مش طالع باي اشني معناتها ونكتب عدا القا اللام اللام يا دي قال لك اشني معناتها الميم شحال شكون خوك شكل مثقالة كسرة مي مي اشني كسرة هذاك وين نجي الكسرة الفوق ولا لتحت ايه انا كتبت فتحة يا حسرة انت عارف كلش عارف كلش ماما اش بيها مسك خلاص هاك زدت خلبطة مش قاعد نكتب بها الدواء هذه فيها الماس انها هكا ما بها شيء الشعر القلم يمشي انها في هذه مش قاعد في ايش اثنين هذيك في مش قاعد تكتب بها الدواء مش قاعد تشم شد يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية شكل مث مث هذا سكون أيوة دير السكون يا مثلك حاميم الكتاب المبين إلا أنزلناه في ليلة مباركة إن مث قا أشني قا فتحة فتحة طيب قولي لي مرة كاكتب كيف ما رأيك كتب كتبت وراي وزيناش بيها أنا مضطرة والو كتب مبررة مسكر شش كتبت مفوضة لا مشني مفقا فتحة مفقا حاميم والكتاب الجاسية كملت الجاسية كملتها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين مثق فمن يعمل مثقال اكتب ذرة ذا اخت الدال تعرفها ذا راء والتاء مربوطة انت سبح اسم ربك اكتب الاعلى الالف ما تدرس علينا يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية ما تخسرت خلاص اكتب الالم الالف إنا كنا منذرين يودي على تخسر له شو ما خسرت خسر الله اكتب ذرة من قبيلة اكتب فمن يعمل مثقال ذرة قاعد تلعب اكتب ذرة ما يعرف ذرة الزاج اختي ما عندك على اختي اكتب الذال اللي على نقطة طيب ايش نقطة هلك عني سلطاني يا اختي الدار فيها يفرق كل امر حكيم فيها يفرق كل امر حكيم اكتب لام الالف الاعلى لام الالف دير لام الالف هذيك الالف دير لام الالف دير لام في وسط الالف اصبر اصبر قولي هاد اللي هك قول لي الطالب والعين
يلا امشي. مليا كتب ذره الروت يا مربوطه. هلك عني سلطانيه. إيه. طلع العين نشوف ذره انت مربوطه هكا دير الالف مقصوره هكا انت مربوطه دير مونجه انت مربوطه هي دير الالف مقصوره دير الالف مقصوره الله ايوه شكلها الفتحه على هنا اشنا هنا الاع سكر ايوه دير السكون امرا من عندنا انا كنا مرسلين هلك عني سلطان خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه كتب كتب سبح اسم ربك الاعلى كتب الذي نزل السطر الذي خلق كتب جال إنا كنا مرسلين رحمة من ربك رحمة من ربك هي هكا هي طبعا كنت الذي هذا كيف الذي خذوه فغلوه ثم الجحيم صلى شكل يلا ذراتي هكا ما أفقعي شكل فمن يعمل مثقال ذرة عاود عليها انت هذيك الكلمات كمل من يلا قول لي قول لي ما بقاش الا اللي بقى كمل ولك فمن يعمل مثقال ذرة كتب خيرا انت نشوف لعلى ذرة رحمة من ربك انه هو السميع العليم اسمع قول لي اش نكتب خيرا نكتب الخاء والياء والراء والالف واصل انت سبح اسم ربك الاعلى اكتب الذي الالف واللام والذال والياء الذي فغلوه ثم الجحيم صلوه اكتب الذي الله الالف واللام انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين الياء والراء والالف هذا كيف دير ليا ها هي سقم خيرا الراء يا حسره انت عارف كلش هي رب السماوات والارض والارض وما بينهما ان كنتم موقنين بدون فوضى انت الذي قلت لك كتبها يلا وين راك كتبتها وين راك يا مراه وما بينهما إن كنتم موقنين هذا كيف الذي قلت لك الألف واللام الألف واللام اللام الذال والياء شكلا إنها عليهم موصدة القلم وهنا هذه الفتحة ما درتها عليهم موصدة مش يحفظ بارك الله فيك إنها عليهم موصدة في عمل ممددة خيرا الالف عليه التنوين انت ارجع المكان نوض من تم يلا كتب خلاص نوض وما بينهما ان كنتم موقنين لا اله الا هذيك الف ما نخض عليه التنوين خلاص نوض من تم نوض خليه يكتب نوض فتحات ولا ضمات تنوين فتحات شكل خيرا يلا اللي خا فتحه اي ولي شنو خي هذا ايوه دير السكون اكتب خيرا يراه قول اشنو لا اله لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين ويميت يحيي ويميت الياء والميم والتاء الياء عليها ضمه والميم كسرة والياء والتاء والتاء عليها ضمه يوميتو هو كمل يلا بسرعه يا راهو باش تنوض قول يا راهو يا
يا صبر انت باقي كمل هذا نقول لك يا فتح على هي را يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. يلا قولي يس الهاء مش آخر الكلمة وين الهاء انت آخر الكلمة خلاص خلاص يا حسرة هات الشوف هات خلاص غلط نغلط إيه يقول غلط ما تقول عارف انت لا والو خلي هذه تكفي خيرا صبر داك كمل هذا نقول ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون شكل يا رب نشوف يا فتحة يا شعليا ها يا فتحة فتحة ورا ورا يا را را يا را فأي ديرها فتحة ولها هو هو ضمة أيوة خلاص نوض يكفيك هذا نشوف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل فمن يعمل فمن يعمل فمن يعمل مثقال 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 ذرة خيرا يره خيرا يره خيرا يره خلاص نوض باش يحفظ لك ديما يلا انت جبد منا باش نبدا مشي دير الصف ليه بل هم في شك يلعبون فارتقب بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين وخر شويه نشوف سبح اسم ربك الأعلى اكتب الذي درسها فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين كسرة تحت الذاء اكتب خلق الخاء واللام والقاف خاء فتحة لام فتحة قاف فتحة خلق صحح انت الله اش بك خايف؟ خايف راه فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس يغشى الناس قلت لك اكتب خلق نشوف قا لا القى دير لصق فيها القى خلق دون فوضى يا ما قاف قاف نسيته يغشى الناس هذا عذاب أليم الألف راه ما علينا الهمزة هذا عذاب أليم اكتب القاف نسيت القاف نسيت القاف وجيت ملي تراجع والله ما تراجع ما تنساش الحروف هكا خ ل ق هو تنسى القاف سكت هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون الذي خلق اكتب فسوى الفاء انك عارف الفاء والسين والواء والالف مقصوره الساعه لا تقول هذا الكلام هنا اسكت فا س و فتحة فتحة إنا مؤمنون هنا الألف مقصورة الذي خلق فسوى الألف مقصورة الألف مقصورة
الذي خلق فسوى. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. اكتب 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 اكتب. والذي قدر فهذا اكتب والذي. اشتادي الذي. ما عندك هذه. دي الوام بعد عاود هذه. دي الفتحة على الوام. والذي. عاود الذي نفسه. بدون فوضى انتم. الياء كسرة تحت الذال والياء انزل هنا السطر قدارة. اشني قدارة؟ القاف والدال والراء. هاك عارف القاف ايه قلتها لك قبيلة نسيت الحروف انت قل انت أن لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين. أن لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين. دون فوضى سكت. إيه قدر القاف والدال والراء. داء راء. إيش من؟ وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. معلم مجنون. يلا شكل قدارة. القاف فتحة دال دل عليها شدة. دل فتحة على الشدة. الفتحة على الشدة. هي دل على الرارة. اكتب فهذا. فهذا. الفاء والهاء. بدون فوضى والهاء. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. معلم مجنون. فهذا الهاء. هربوك. قول. غلبوك. اكتب فا هذا الهاء والدال. يلا الهاء فا هذا الهاء تنهى نسيتها وعالو عارفة طاك تفكر فا هذا الهاء بس عارفة يدل لها أنا بس اكتب لها أنا سنة هاي تفكر أنا هربون. وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا. إنا كاشف العذاب قليلا. لا لا اشتاد شوف لهاك في دير هكا اشتاد دي لها اشتاد فكرت هي انت اكتب من هالي تغلط تصحح اللي دايرو كتبو ولو تخلط تصحح عادي فهد فهد دال عادي الخطأ يصحح المهم تكتب دير الألف مقصورة في الآخر فهد وقالوا معلم مجنون. معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا. أرجع أرجع شكل فهد شكل فهد فا هذا فتحة فا دل الألف على هنا بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر. خلاص مش المكان تحفظ الجنة. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. إنكم عائدون.
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. رسول كريم.